مشاهدينا المحترمين اينما كنتم في كل مكان، مرحبا اهلا وسهلا الى ربع النهائي الاول لكاس افريقيا للاعبين المحترفين. طبعا لا يمكن الدخول مباشره في وصف مباراه تلعب فيها الجزائر ويعزف فيها النشيد دون ان نتوقف عنده لنتذكر وايضا لنذكر لمن لا يعرف بان عزف النشيد الجزائري قسما في ملعب نيلسون مانديلا في هذه الاجواء يجعل المشاعر ويجعل الجوارح ويجعل القلوب والنفوس وحتى العقول تهتز عندما يكون هذا الجمع بين واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين وواحد من أكبر زعماء ثورات التحرير والعزة والكرامة نيلسون مانديلا الذي رافق ثوار الثورة الجزائرية سنة 61 والتي قال عنها آنذاك أنها جعلت منه رجلا سجن بعدها ما يقارب 3 عقود قبل أن يعود إلى أرض الجزائر المستقلة سنة 90 وكانت آنذاك أول زيارة له للخارج الجزائر بعد خروجه من سجن نظام الأبارتايد وتشاء الصدف أن يعود مانديلا من خلال هذا الملعب وهذه البطولة ليرتبط اسمه بالجزائر التي احتضنته ووقفت إلى جانبه مثل موقوفها الدائم إلى جانب كل حركات التحرر والشعوب التي تسعى للحرية والانعتاق من الاستعمار ومن العبودية. على فكرة نشيد قسما الذي تهتز له أفئدة الجزائريين وكل محبي الجزائر الذين يقدرون تضحيات شعبها، هو نشيد يعبر فعلا عن نغمة الثورة الجزائرية، ثورة 1.5 مليون شهيد كتبه شاعر الثورة المرحوم مفدي زكريا بطلب طبعا آنذاك من الشهيد عباس رمضان وقيادة الثورة، ولحنه الموسيقار المرحوم المصري محمد فوزي رحمة الله عليه. لمن يريد الاطلاع أكثر على حكاية نشيد قسما يمكنه العودة إلى ما كتبه الفقيدان لمين بشيشي وعبد الرحمن بن حميدة مناضلان من مناضلي الثورة ووزيران سابقان.